وفي الحديث المشهور أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لنا ملاحظة، الكبد والطحال يا إخواني، يعني إن ثبت هذا وقاله المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام فعلى سبيل المجاز، لأن الأصل في الأشياء البراءة الأصلية، وما لم ينص على حرمة شيء يبقى على أصل إيه؟ على أصل الإباحة. الله تبارك وتعالى لم يحرم كل دم، وإنما جاء القرآن واضحاً أو دماً مسفوحاً. المحرم هو الدم السائل الذي يخرج من العروق. هل الكبد دم سائل؟ دم متجمد. وهل الطحال دم أصلاً؟ وليس دماً أصلاً يعني، لكن هو مقبرة الدم، مقبرة الدم، فليس دماً سائلاً. يعني هذا لا يتعارض مع الكتاب أصلاً. فحقيقة أن يكون الكبد والطحال أصالة من ضمن إيش؟ المباحات. هذه ملاحظة لابد أن تكون واضحة، ما تقوليش هذا فيه استثناء من إيه الدم، ليس دماً مسفوحاً. المحرم هو الدم المسفوح وليس أي مطلق الدم، الدم المسفوح. بعدين ميتتان السمك والجراد. طيب السمك، الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يقول صيد البحر وطعامه متاعا لكم، لم يقيد صيد البحر هنا بماذا؟ بأن يذكى تصيده على أي نحو، مات بعد ذلك أو كان ميتا أصلا، فكأن الآية نفسها تقول كل ما إيه ما استخرجته من البحر هو حلال، وكأن النبي جاء ليؤكد لك يقول لك لا بأس، لا بأس لو صدت وتبين لك أنها كانت نافقة ميتة لا بأس، هذا حلال. طب هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر إيه الآية، والآية لم تشترط تذكية، قال لك ما تصيده هو حلال، ما تصيده هو. فالنبي هنا وافق ماذا؟ وافق ظاهر الكتاب، ما زاد عليه، ما زاد عليه. لكن هذه المظنون أنها زيادة، هل أجدت الأمة شيئا؟ أجدت، لأنه ربما لولا هذا البيان من الرسول أو الإيضاح لظن بعض الناس، لظن إيه؟ بعض الناس أن ما يكون ميتا نافقا من قبله لا يجوز، فلا بد أن يصاد حيا ثم إيه؟ ينفق بعد ذلك، صحيح؟ فالنبي قطع الطريق، قال لك ما في مشكلة، تصيده حيا ميتا هو حلال، ميتة البحر حلال، تمام؟ طبعا في خلاف في بعض المسائل، هذا شيء آخر لا ندخل فيها، في الفقه معروفة. طب والجراد، والجراد الآن السؤال، هل هذه الحشرة، الجراد حشرة ليست من الدواب والبهائم والأنعام، هي الحشرات أصلا إذا حل أكلها، قلنا الأصل في الأشياء الإباحة الأصلية يشترط فيها التذكية، يعني نأخذ الجرادة نذبحها ونكبر عليها، فكأن النبي لأنه إيه من عادة العرب أنهم يأكلون إيه الجراد، بكلوه بكلوه على النار وبكلوه يستلذونه لا يستقبحونه، فكأن النبي أراد أيضا أن يدفع حرجا متوهما، قال لو توهم أحدكم لا بأس، الجراد يسقط ميتا تأخذه تشويه تأكله لا بأس فقط. فهنا لم يأتي بشيء جديد، وإنما كما قلت لكم دار مع ظاهر إيش النصوص وأكد أشياء ودفع أوهاما يمكن إيه أن تثور، يمكن أن تثور. الأمثلة على هذا النوع كثيرة أيها الإخوة، يمكن بهذه الطريقة الشاطبية، طريقة بس حق الشاطبية هذه أن نثبت أن كل حكم أتى به النبي مما يظن أنه زيادة على النص هو فهم في ماذا؟ في روح النص، تنويع على النص، قياس على النص بطريقة أو بأخرى. جميل، في نهاية المطاف هذا يؤكد ماذا؟ شمولية القرآن أو جامعية القرآن، وأنه جمع كل شيء، إن لم يكن تفصيلاً فبماذا؟ بطريق الإجمال وبطريق التقعيد لقواعد عامة وبطريق المقاصد، تقصيد إيه؟ المقاصد الشرعية المفهومة عند أولي الذكر والفكر.